فنيا وقناعتك الشخصية من الأفضل، أيمن حسين لو باشنج؟ والله باشنج مشاهد يعني ما بقدرك أن تحكم عليه بصراحة. يعني وقت قصير اشترك به أمام الإكوادور، يعني ما شاهدنا، لا كل المنظومة الهجومية كانت ضعيفة، وهذه المباريات ما اشترك بشكل كبير، بس شاهدت له يعني بصراحة فيديوهات من خلال أداء مع ناديه، يعني مستواه طيب يعني الأمانة، يعني يقدم شيء، يعني يقدم شيء ما شفناه بالمنتخب الوطني. هسه الفوارق موجودة، بس استمرارية بالعمل بإعطاء الفرصة بشكل مكرر ممكن نشاهد وضعه بشكل أفضل. فمن خلال ما شاهدته بالفيديوهات شنو قناعتك؟ اللي عنده بالنادي أفضل من اللي يقدمه بالمنتخب، وهذا أكو قصور ذكرت لحضرتك الفرصة والمساحة. زين أيمن مقيمين إحنا، أيمن يمتلك قدرات عالية جدا، لكن ما يفتقده أيمن هو التكنيك الفردي. يعني اليوم أيمن أهم عائق اللي ممكن يعيق عمله أنه هو ما يمتلك قدم جيدة، تكنيك محطة. اليوم أنت لو أيمن يمتلك هذه المحطة بالتحضير نمتلك عمق هجومي على مستوى عالي، كرات الرأس ممتاز، قوة بدنية يحتاج إلى إنهاء، وهذا العمل ممكن تدريبي تكرار، هو أيضا ممكن أن يتحسن. لكن أهم ما يعيق عمل أيمن بتواجد بالمنتخب الوطني هو تحضيره. يعني اليوم أيمن من تنظر له في بعض اللقطات من أداء في المنتخب الوطني، من يحضر الكرة تبتعد عنه 3-4 أمتار، وهذه ما متوفرة عند المهاجم يعرف كابتن علي. يعني أنت ممكن تبتعد عنك نص متر ممكن تفقدها. فاليوم هذا التحضير هو المحطة اللي ينتقل من خلالها الفريق، محتاجيه كقوة بنية جسمانية ممتازة اللي ذكرت لحضرتك، لكن ما يحتاجه هو تحسين هذا الأمر. مهند امتلك في المباراة الأمانة، يعني خلي أقارن بالنسبة لمهند، شوف الهدف اللي سجله علي جاسم الثاني، شوف منو اللي فعله، يعني مع سباهان مهند قطع اجتهد، ذهبت الكرة للجانب، بدأ هو التحضير، بدأ هو المحطة، هذه اللي أتكلم عنه. علي جاسم بحركة محاورة ممتازة وانتو مناولة جدارية وصل للمرمى، فهذا عمل المهاجم أتكلم، محتاجيه بالمنتخب الوطني. ذكر كابتن صفوان علي جاسم، وأريد أسألك عن